كتاب التربية الإسلامية للصف السادس، الجزء الأول، الدرس الثاني. عنوان رئيسي: حفظ القرآن الكريم والعناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس، وجعله معجزة دائمة ودليلا على صدق رسالته. وقد تكفل الله عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. ومن مظاهر حفظ القرآن الكريم اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين به تلاوة وحفظا وكتابة وتفسيرا، وقد مر ذلك بمراحل عدة يمكن إيضاحها فيما يأتي. عنوان فرعي: مراحل حفظ القرآن الكريم والعناية به. يندرج تحته ثلاثة مربعات. في المربع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المربع الثاني في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في المربع الثالث في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. المرحلة الأولى: حفظ القرآن الكريم وكتابته في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتين. أولا، حفظ في الصدور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من حفظ القرآن الكريم غيبا، وتكفل الله تعالى له بذلك وأعانه على حفظه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن الكريم، فكانوا يتسابقون في أخذه عنه فور نزوله، ويحفظونه غيبا ويتلونه أمامه صلى الله عليه وسلم ليثبتوا من حفظه ويعملون به. وقد حفظه عدد كبير، منهم الخلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وكانوا يتقربون إلى الله تعالى بتلاوته في النهار والليل قدر استطاعتهم، ويعلمونه لأهليهم ولغيرهم من الصحابة الكرام. أتعاون وأجيب. أستذكر مع زملائي أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، أناقش مع زملائي الأسباب التي ساعدت الصحابة رضي الله عنهم على حفظ القرآن. ثانيا، كتابته في السطور. كلف الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة رضي الله عنهم ممن يتقنون الكتابة بكتابة القرآن الكريم فور نزوله عليهم، وسمي هؤلاء كتاب الوحي، ومنهم الخلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وكانوا يكتبون الآيات الكريمة والسور القرآنية بكل دقة وأمانة على ما تيسر لهم من أدوات الكتابة كالرقاع والعسب واللخاف. توجد هنا صورة للرقاع، صورة للعسب. أتعلم. الرقاع هو قطع من الجلد، العسب هو جريد النخل وهو ورقه، اللخاف هو الحجارة الرفيعة. وهكذا يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن الكريم محفوظ في صدور عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ومكتوب عند كثير منهم في الصحف، ولكن هذه الصحف لم تكن مجموعة في مصحف واحد. أختبر معلوماتي. أولا، أعدد مراحل حفظ القرآن الكريم. ثانيا، أذكر الطريقتين اللتين استخدمتا في حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أملأ الفراغ بما هو مناسب. ألف، كان أول من حفظ القرآن الكريم غيبا. ب، سمي الصحابة الذين كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم. جيم، من الوسائل التي كان يكتب عليها القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
و أربعة، ألون المربع الذي يحوي اسم الصحابي الذي اشترك في كتابة القرآن الكريم باللون الأزرق. المربع الأول حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، المربع الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المربع الثالث زيد بن ثابت رضي الله عنه.